إذن عدنا حديث القاهرة. خليني أرحب بضيفنا الكبير الكاتب الصحفي الكبير والأستاذ بالجامعات الفرنسية دكتور أحمد يوسف من باريس. دكتور أحمد أهلا بك يا فندم، منورنا. أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا بك. لعل كثيرين جدا في الواقع العربي فوجئوا بتصريحات ماكرون الرئيس الفرنساوي وهو يكاد يقرع ويهاجم نتنياهو شخصيا، ثم يدعو إلى شيء يعني ما كان يمكن أن يخرج من سياسي غربي ببساطة أو يسمعه الناس منه بشكل يعني متوقع، وهو أنه يبد أن نقاطع إسرائيل في إمدادها بالسلاح ونمنع عنها السلاح، مما اضطر معه نتنياهو للرد وقال هذه التصريحات بمثابة عار مواجها كلامه لماكرون. ثم القصر الإليزي بيطلع بيان يعلق على ما قاله نتنياهو. خليني أتوقف هنا عند تحليل حضرتك للموقف الفرنسي عبر ماكرون، وهل فاجأك مثل هذا الموقف؟ لا، لم يفاجئني. في الحقيقة هناك يعني العلاقة بين رجلين سيئة جدا منذ 7 أكتوبر، وساءت أكثر مع الغزو الإسرائيلي للبنان، وساءت أكثر وأكثر عندما اتفق الرئيس ماكرون مع رئيس بايدن وفي حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي على إطلاق عملية وقف نار في لبنان، اللي هي العملية اللي تراكم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي وراح أمر سلاح الجو الإسرائيلي بضرب الموقع اللي كان فيه حسن نصر الله. فالرئيس ماكرون يشعر أنه تم خذلانه، أنه تم في عملية خداع حدثت، وبالتالي أطلق هذه التصريحات اللي هو يعني أقدر أسميها بأنها صفعة وجهها رئيس ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي، لأنه أراد أن تكون لفرنسا دور بارز في كل ما يخص لبنان لأسباب التاريخية اللي حضرتك عارفها طبعا. وبالتالي أطلق الرئيس ماكرون هذه الكلمة الكبيرة التي أوجعت إسرائيل في الحقيقة، لأن لها خلفيات في الدجولية أيام دجول إلى آخره، لكلمة أمبرجو يعني الحظر، دي كلمة يعني تثير في إسرائيل ذكريات سيئة مع جنرال دجول، وبالتالي كان لها وقع شديد جدا على إسرائيل. بس فرنسا دكتور أحمد وأنت سيد العارفين كانت من أكبر موردي السلاح لإسرائيل في الخمسينيات والستينيات. طبعا أما الموقف الدجولي هنا يمثل إيه؟ أقول لحضرتك إن فرنسا هي اللي زودت إسرائيل بالقنبلة النووية، مفاعل النووي يعني صحيح. دي حاجة مهمة جدا بعد العدوان الثلاثي على السويس سنة 56. شوف يا أستاذ إبراهيم، المجموع ما تبيعه فرنسا لإسرائيل شيء رمزي، يكاد يكون رمزي، حوالي دلوقتي. 20 مليون دولار دلوقتي يعني شيء الآن الآن مش التاريخ الفرنسي الإسرائيلي. شيء بسيط جدا، ولكن خطوة الرئيس ماكرون ليها أبعاد دبلوماسية وسياسية ورمزية كبيرة جدا نظرا لقوة فرنسا السياسية داخل المجتمع الأوروبي. يعني هناك دول أوروبية اعترفت بالدولة الفلسطينية، أسبانيا وإيرلندا إلى آخره، ولكن الخطوة الفرنسية الحالية قد تجر وراءها اعترافات بالدولة الفلسطينية، وقد تجر وراءها امتناع دول أوروبية عن بيع السلاح لإسرائيل، ومنهم بريطانيا التي بدأته بالفعل حتى قبل ما قاله الرئيس ماكرون. خليني أقول لحضرتك حاجتين في النقطة دي. تفضل. إذا سمحتني، الحاجة الأولى، ماذا يأخذ نتنياهو على الرئيس ماكرون؟ يأخذ عليه شيئين اثنين. أولا التايمينج، الوقت الذي أعلن فيه الرئيس ماكرون. أنا كنت زي ما يعني أنا كنت قاعد حاضر في الندوة عن الفرنكوفونية والمؤتمر الصحفي، واللي قاله الرئيس ماكرون ده نزل كالصاعقة علينا جميعا. طبعا هو في الحقيقة التايمينج كان سيء، لأنه بالنسبة لنتنياهو ده بالنسبة لنتنياهو، لأنه ده كان ليلة رأس السنة العبرية. واحد. اثنين، كان قبلها بساعات وربما يعني يوم ولا حاجة من ذكرى 7 أكتوبر. وبالتالي ده هيج على الرئيس ماكرون كل في ساعتها كل وسائل الإعلام الفرنسية، وبعنف وشراسة إلى حد إن رئيس تحرير صحيفة كبيرة يعني يعيب على رئيس ماكرون إنه في ظروفه السياسية الداخلية الحالية، عارف حضرتك في تعايش دلوقتي مع رئيس وزراء ليس من قوة رئيس ماكرون أو من حزبه السياسي، فقال له أنت عايز
يعني تعمل نفسك زي دوغول. بفكرك بالمثل المشهور انه لومبر دو جوبون نا با دو كولور، انه ظل الطاووس ملوش الوان، ما فيش فيه الوان. فما تحاولش تقلد دوغول في حاجه. بس انا مندهش يا دكتور احمد من انبا الموقف الاعلامي الفرنسي ضد تصريحات ويعني والدعوه اللي اطلقها ماكرون، رغم انه اليسار الفرنسي اكثر حضورا في الاعلام الفرنسي، فضلا على اكثر حضورا يعني بوجوده حتى في المجلس التشريعي، والاحزاب اليساريه الفرنسيه كلها داعمه للقضيه الفلسطينيه ومناهضه للسياسه الاسرائيليه، وبتتظاهر وبترفع اعلام فلسطين في توقيت اعلام فوزها بمقاعد برلمانيه. فازاي انه قرار زي ده او رؤيه زي دي من ماكرون ما تحصلش على رضا واسع من او شعبيه من القطاع الكبير في المجتمع الفرنسي اللي هو يساري؟ استاذ ابراهيم، ما حدث في 7 اكتوبر احدث شرخا في المجتمع الفرنسي، وشرخا حادا الى حد انه دلوقتي اي تصريح من اي مسؤول حتى غير حكومي، حتى مش في الوزاره، فيما يخص ما يحدث في الشرق الاوسط يتم وزنه ويعني حساب نقطه هنا وفصله هناك، لان هناك خوف شديد من ان هذا التصريح او ذاك يسبب يعني بلبله داخل المجتمع الفرنسي. اليساريين الفرنسيين بشكل عام مؤيدين جدا للقضيه الفلسطينيه، ولكن بما فيهم يهود الفرنسيين، وانا كنت ذكرت لحضرتك في المقابلات السابقه. صحيح ورت لنا صفحه اولى لجورنان يملكه يهودي ويرأس تحريره يهودي، وكان في ادانه مذهله لاسرائيل. اكثر من كده حضرتك تفتكر المانشيت بتاع صحيفه ليبراسيون 30,000 قتيل، وكان رئيس التحرير ده هو نفسه اللي كان رئيس تحرير هارتس. صحيح، هارتس الاسرائيليه. وان كان هارتس الاسرائيليه حاليا حزب معارض في حد ذاته لنتنياهو، وبتكتب كلام ما بيتكتبش في الصحافه العربيه ضده يعني. هذا اقول بس اجاوب على حته اليساريين الفرنسيين. صحيفه لوموند نشرت من حوالي اسبوع كده مقال لإيلي برنابي. إيلي برنابي ده كان رئيس، كان سفير إسرائيل في باريس في التسعينات، وهو فيلسوف ومفكر وأديب كبير. المقال أحدث ضجة شديدة جدا لأنه هاجم الحكومة الإسرائيلية وهاجم نتنياهو شخصيا، وقال إنه ما يفعله في الشرق الأوسط هو نوع من فويت أنافا، يعني نوع من الهروب إلى الأمام. وبالتالي طبعا لم ينتقده أحد، لم ينتقد أحد هذا المقال، لانه يعتبره انه إيلي برنابي يعني ترك العمل الدبلوماسي واصبح فيلسوف في برجه العاجي الى اخره. لكن ان ياتي ذلك من او ما يشبه ذلك من رئيس ماكرون، هذه ضربه كبيره. صحيح. جدا. هل لها صدى اوروبي؟ هل احنا يعني هل انجلترا، المانيا، بقيه الدول الاوروبيه، وخصوصا انه ماكرون من اللحظه الاولى في توتر في العلاقات بينه وبين نتنياهو من 7 اكتوبر والتصريحات الفرنسيه والمواقف الفرنسيه، مواقف حاده بمقارنه بالدول الاخرى تجاه اسرائيل. هل يمكن ان نقرا صدى في هذا الاعلان، ولا هو قتل بالحوار المتبادل او البيانات المتبادله بين الإليزي ونتنياهو؟ لا لا، اولا البيانات المتبادله، اولا كان في اتصال تليفوني. الاخبار بتقول انه كان اتصال عنيف جدا بين رجلين، وانه كان في البيان اللي حضرتك ذكرته في التقديم، بيان من الإليزي. البيان غريب لانه بيقول انه كل من الرجلين الزعيمين قرر ان يقف كل منهما عند ارضه عند قاعدته ويحتفظان بخلافاتهما. بيان غريب طبعا، ما فيش فيه دبلوماسيه، وبيكرس حرفيا يعني الخلاف الكبير بين رجلين. اتفقنا على ان نختلف يعني. طبعا في مؤتمر حضرتك بكره وبعده في قبرص لدول الاتحاد الاوروبي، دول جنوب اوروبا العضوه في الاتحاد الاوروبي، وهيحضره رئيس ماكرون. وحضرتك عارف ان دول جنوب اوروبا بالتاريخ بالجغرافيا شرق اوسطيه بالضروره يعني. طبعا فهم يعني الى من منهم ليس مع القضيه الفلسطينيه تماما، فهو بالتاكيد يعني يسعى الى حل دولتين، يسعى الى حل عادل، يسعى الى وقف اطلاق النار. المؤتمر على اليونان، بنتكلم عن قبرص، بنتكلم عن ايطاليا، بنتكلم عن فرنسا، فطبعا ده يعني في وجدان مشترك يعني.
طبعا في وجدان مشترك متوسطي، وانه الموقف ما يحدث مع اسرائيل سوف يتم عرضه في هذا المؤتمر وسنسمع اخبارك في هذا والشكل. اذكر حضرتك كمان ان يوم 24 اكتوبر في مؤتمر هيعقد في باريس لوزراء الخارجيه الشرق الاوسط واوروبا لبحث الازمه في لبنان وكيفيه دعم لبنان. الانباء بتقول يعني انه هذا المؤتمر مؤتمر وزاري ولكنه سيمهد لمؤتمر على مستوى القمه إما في باريس وإما في عاصمة عربية كبرى. فيعني لننتظر 24 أكتوبر حتى نعرف ده يخليني أسأل بقى فيما يخص التخطيط الإعلامي الفرنسي لما يجري في لبنان، لأن لبنان شأن فرنسي من بالضرورة طبعًا ثقافي وسياسي. فكيف يمكن قراءة المعالجات اللي قدمت في الإعلام الفرنسي سواء اليميني أو اليساري فيما يخص العدوان الإسرائيلي أو الرد الإسرائيلي على حزب الله والأحداث الكبيرة اللي بتجري الآن من صواريخ متبادلة ومحاولات حثيثة من الإسرائيليين تقريبا لتدمير لبنان؟ شو أستاذ إبراهيم وحضرتك، زي ما قال إلي برنابيدا في مقاله بجريدة لومون، هو إسرائيل كسبت تكتيكيا معركة ولكنها في طريقها إلى أن تخسر الحرب كلها. بمعنى انه حسب ما نرى في وسائل الاعلام الفرنسيه فيما يخص لبنان، فيما يخص لبنان وهذه مشاهد تؤذي كثيرا المشاعر الفرنسيه كثيرا سياسيين ومثقفين. وهنا في لوبي لبناني مهم جدا في فرنسا، وفرنسا لها يعني تاريخ عاطفي كبير مع لبنان لاسباب ليس هنا محل ذكرها. فوسائل الاعلام حتى العلاقات بين حزب الله والحكومه الفرنسيه لم تكن متوتره، وبالعكس كان بينهم حوارات ونقاشات وكان محافظ طبعا على شعرة معاوية بشكل كبير ماكرون مع حزب الله. هو قال ماكرون بالنسبة لحزب الله انه الجناح العسكري جناح ارهابي، لكن الجناح السياسي اللي هو بقى كان على اتصال معاه، الجناح السياسي ده فصيل سياسي لبناني يجب التعامل معاه، وهذا ما يأخذه عليه الاسرائيليون والاوروبيين والامريكان على وجه الخصوص. فهو يحافظ على شعرة معاوية فيما يخص لبنان على وجه الخصوص. هناك ايضا انباء عن زياره سيقوم بها الرئيس، لكن يبدو ان اجهزه الامن يعني لا ترى في هذا يعني زياره لبنان حذروه من زياره لبنان. طيب اخيرا عايز اهنيك يا دكتور احمد على حصولك على جائزه كتاب نابليون لهذا العام. انا بس مندهش انه فرنسا تمنح جائزة عن كتاب نابليون سنويا، هذا العام كتابك والذي حصل على الجائزة، ألف مبروك وعقبال بقى الترجمة العربية اللي احنا مشتاقين لها. لكن فكرة الاهتمام بنابليون بحيث انه يبقى وكأن هناك كتب تصدر سنويا عن نابليون، حتى ان هناك جائزة تمنح لأفضلها وأكثرها تميزا. شوف حضرتك، كل سنة بيعملوا استطلاع لأكثر الشخصيات شعبية في التاريخ الفرنسي، فيطلعوا اثنين عسكريين حضرتك عارف طبعا، نابليون ودي الأول نابليون والثاني دي جول. طبعا. فنابليون بالنسبة لهم هو يعني باعث النهضة الفرنسية. وكتابي طبعا لأنه أنا سميته بونابرتا، وأشكر حضرتك لأن حضرتك قدمته لما كنت أنا في القاهرة في يونيو اللي فات، والكتاب عامل هنا يعني عايز أقول يعني له زخم إعلامي كبير حوله، لأنه اللي عمله عربي مصري، ولأنه بيعالج قضية لا يتناولها الفرنسيون كثيرا، وهي قضية كيف رأى المصريون أثناء الحملة بونابرت، وكيف يراه الآن في مجتمعنا الآن. مهم جدا، ودي حتة مهمة لأنه من يوسف شاهين وطالع سنة 86 لغاية النهاردة هناك يعني في العقل الجمعي المصري، في الجامعات، في مراكز الأبحاث، في دور النشر، في السينما، في التلفزيون، هناك اهتمام بالحملة الفرنسية لا شك فيه. وبالتالي منح الكتاب هذه الجائزة اسمها موجان في الأكاديمية الفرنسية للعلوم الأخلاقية والسياسية. إن شاء الله الحفلة هيكون يوم 19 نوفمبر وهيحضره السفير المصري بإذن الله. وأنا أعطي هذا يعني الفوز لكل الباحثين المصريين وكل المهتمين بتاريخ العلاقات المصرية الفرنسية ومنهم حضرتك. أشكرك جدا دكتور أحمد يوسف أستاذنا وكاتبنا الكبير في فرنسا،
وعقبال ما يبقى عندنا في مصر جائزه سنويه للكتاب عن محمد علي، باعتبار اذا كنا بنتكلم على بنات مصر الحديثه او باني مصر الحديثه زي باني فرنسا. الى فاصل.